السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. بعد ما عملت فيديو اللي هو صورت فيه الزغاليل، كان فيديو بيع، وفي آخر الفيديو صورت الزغاليل للمشتري عشان يشوف برضو أحجام الزغاليل وإنتاجهم شكله إيه. بعت الفيديو ده أو وزن الزغاليل ده لصديقي حسين في الكويت برضو عشان يشوف ان عندنا زغاليل كويسة. فاخينا حسين طبعا صور لي الزغاليل اللي عنده عشان يعمل مقارنة يعني، ويشكر على المقارنة اللي هو بعتها لي. فاحنا معانا طبعا هنبدأ المقارنة بنفس الزغاليل اللي انا صورتها في الفيديو السابق. زي ما حضرتك شايف الزغاليل لسه تحت جناحها صغير، عمرهم صغير يعني. هنبدأ نوزنهم زغلول بزغلول، يعني لو قلنا وزنهم قد ايه هتلاقي وزنهم معقول بالنسبة لعمرهم. تقريبا عمرهم حوالي اسبوعين. اول زغلول حطيناه على الميزان تقريبا 550 او اقل، حاجة بسيطة. فهنحط كمان نوزن معاه الزغلول التاني اللي هو اخوه، ما شاء الله اكتر من 1100 جرام الزغلولين. اخينا حسين طبعا هنشوف ايه الأوزان عنده. هو عنده لاحم مطور، فده طبعا حجمه تقيل. اللحم المطور اللي هو مطور حمام لاحم، طبعا بيطوروه في الكويت حمام لاحم على أنواع تانية، يقعدوا يشتغلوا عليه كذا سنة لحد ما يوصل لأوزان كبيرة. هنشوف برضو الحمام اللاحم اللي هو بالختم، بختم الشركة الفرنسية الأصلي. كل ده هنشوفه مع أخونا حسين في الكويت. والحمام اللاحم اللي هو جيل تاني برضه هنشوفه. احنا ما زلنا بنشوف الزغاليل اللي هي عندنا في مصر او اللي هي عندي. في ناس هتقول احنا عندنا زغاليل اكبر من كده، انا قلت في الفيديو اللي قبل كده ان الزغاليل عندنا ده المتوسط بتاعها اللي هو الزغلول نص كيلو، ده المتوسط. بيكون احيانا زغلول اكبر واحيانا في زغاليل اصغر، لكن ده المتوسط نص كيلو، معقول جدا، كويس جدا جدا على قد الامكانيات اللي عندنا. وانا بقول له يا اخ حسين لما يتوفر عندنا الحمام اللحم الاصلي اللي بختم الشركة الفرنسية، طبعا لانه هيبقى جيل اول، فهيكون الزغاليل حجمها اكبر من كده. لكن اللحم اللي عندنا في مصر ده تقريبا شغال من حوالي 20 سنة. ان شاء الله لما نجيب الحمام الاصلي نوري لك الانتاج بتاعه شكله ايه. ارجوك اعمل لايك للفيديو وتعالى نشوف اخونا حسين. خلينا على المتابعين نبدأ بالمقارنة بين الزغاليل اللي الأستاذ مصطفى صورهم والزغاليل اللي عنده. نبي نشوف أول شيء نبدأ بالمطور. طبعا نطور هذه الزغاليلة تحتها بيض اثنين، أصلا هناخذ الاثنين. نصور الأول لو الكتروني يمكن 650. زين هذا الاول. الثاني طبعا الزغاليل اللي عندي كلها نفس العمر تقريبا، كلها اكثرها. هذا الثاني تقريبا نفس الوزن. كيلو ونص، كيلو ونص بصور اللاحم الأصلي. هذا الزوج طبعا تحته بيضة، هذول الأهل مفتوحهم عليهم اختار، هذول
ثانية. هذا الزغلول هو واحد عندهم. طبعا صغير هذا الزغلول 600 جرام. أنا أظن لو عندي ميزان إلكتروني يمكن يصير أكثر. بس خلنا على الميزان هذا 600. 600. نشوف اللحمة. يعني وجبة واحدة أعطيهم باليوم فقط. وجبة واحدة. نشوف الزوج هذا، هذا اللي عليه ختم. هذا يمتاز بالوزن القوي. شوف هذا تقريبا نفس التراكيب. العمر مقارن نفس الشيء. شوف كم وزنه 600 700 800 جرام. 800 جرام. شوف اللحم. هذا تعبوني صراحة، النحاشو هربوا اثنين مع بعض كيلو تقريبا ونص تقريبا. نشيل هذا 600 بس عشان ما يهرب ده من اللحم الأصلي. نشوف أخوي الأكبر منه شوي 800. نشوف هذولي، هذولي بعد من اللحم الأصلي. اختام على داخل حطوا بينتهم مع بعض. كيلو 200 جرام. هذا صغير بس طبعا اصغر من اللي عنده صار مستوى. ستمية. بص صغير. نشوف هذولي أصغر. هذول لسه صغار. هذا تحته بيض. هذا لسه تحته فرخ زغلول واحد. هذا تحته زغلولين صغار بيض. هذول زغلولين
وكبروا نشوف احجامهم. بس مصطفى هذول صغار حيل شوفوا، بس والله متروسين لحم. شوف الواحد 600 جرام هو لسه صغير، بس وهذا اخوه 500 جرام. حطهم مع بعض كيلو و100 جرام لسه صغار. شوف اللحم، شوف اللحم شلون هذا على 3 أيام 4 أيام تقدر تاكل يعني صغير. يعني سبحان الله بعض الفرنسي يعني عنده زغاليل قوية. يعني شوف هذا أنا كان زغلول عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.